تمام منتصف الليل بتوقيت الجزائر، نشرة الأخبار تأتيكم مباشرة من قناة الجزائر الدولية. إليكم أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تحذر من الخطر المقلق لمتحور أوميكرون، ومجموعة السبع الاقتصادية تدرس تداعياته في اجتماع طارئ. التفاؤل يخيم على محادثة فيينا حول النووي الإيراني، وطهران تصر على رفع العقوبات الأمريكية. الجزائر تدعو المجتمع الدولي إلى المواجهة التمادي الكيان الصهيوني في تحدي الشرعية الدولية. وفي الرياضة، ليونيل ميسي يحسم الجدل ويحصد الكرة الذهبية السابعة في تاريخه. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. بداية، نشد وزراء الصحة لمجموعة الدولية السبع الكبرى في اجتماع طارئ بالعمل النموذجي لجنوب إفريقيا في اكتشاف متحور أوميكرون لفيروس كورونا وتنبيه الآخرين بشأنه. من جانبها، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن سلالة أوميكرون تشكل خطرا عالميا للغاية، ووصفت المتحور الجديد بشديد العدوى. ظهور متحور أوميكرون يمثل خطراً مرتفعاً في العالم، لكن معدل انتقال العدوى به لم تتضح بعد. بهذا حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار المتحور الجديد عقب اجتماعها، كما أكدت على إمكانية تغلبه على الجهاز المناعي، الأمر الذي سيزيد من تأزم الوضع وارتفاع عدد الإصابات في صفوف الملقحين أيضاً. الوضع الوبائي الذي حذر منه عديد المختصين، الذين أجمعوا على أن المتحور مختلف بدرجة كبيرة، حيث يحتوي على عدد مرتفع من النسخ بعضها مقلق. الوضع الوبائي الحالي استدعى اجتماعا عاجلا لوزراء الصحة لمناقشة كيفية التعامل مع المتحور الجديد الذي ظهر أول مرة في جنوب إفريقيا الأسبوع الفارط، وتغلغل إلى القارة الأوروبية، حيث رصدت إصابات في كل من بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا وفرنسا. في محاولة لكبح جماح المتحور أوميكرون، لجأت العديد من الدول بما في ذلك بريطانيا، الولايات المتحدة، كندا، ألمانيا، تركيا، السعودية وغيرهم، إلى فرض قيود على السفر إلى بعض البلدان الإفريقية، خاصة جنوب إفريقيا، بعد اكتشاف المتحور هناك. انتهت في فيينا أولى جلسات الجولة السابعة من المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وسط إصرار إيراني على رفع العقوبات الأمريكية. أقول، وقال علي باقيري كبير المفاوضين الإيرانيين، إنه متفائل وأنه من الضروري أن يكون رفع جميع العقوبات أولوية في مفاوضات فيينا. في حين أكد إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا أن إيران مصممة على رفع العقوبات مع وجود رغبة لدى الحكومة الإيرانية الجديدة في الحوار بجدية. أشعر أننا التمسنا نقاطا إيجابية من جميع الأطراف. هناك اتفاق بالإجماع بدون استثناء على الاستماع للشروط الإيرانية. نحن متفائلون جدا بمخرجات هذا الاجتماع، وهنالك إرادة للخروج بنقاط إيجابية مستقبلا. أشارت مصادر إعلامية في ليبيا أن قوات تابعة لخليفة حفتر قامت الاثنين وللمرة الثانية على التوالي بمحاصرة مقر محكمة سبها جنوب البلاد. وقالت تقارير إعلامية إن هذه القوات حالت دون دخول الموظفين لمنع انعقاد جلسة النظر في الطعن الذي قدمه سيف الإسلام القذافي ضد قرار منعه من الترشح للرئاسيات. بالتزامن مع ذلك، استأنف المترشح عبد الحميد الدبيبة حكم المحكمة الابتدائية بمدينة طرابلس الذي قضى برفض ترشحه للانتخابات الرئاسية.
شهدت لبنان إقفال عدد من الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجا على ارتفاع الأسعار وسط أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اللبنانيون، وأغلق العشرات من المحتجين عددا من الطرق الداخلية ومداخل العاصمة بيروت ومناطق في البقاع شرق لبنان وطرابلس في الشمال ومدينة صيدا في الجنوب. وشهدت شوارع طرابلس انتشارا مكثفا لعناصر الجيش في وقت علقت فيه أو علقت فيه العديد من المدارس الدوام حفاظا على سلامة الطلاب. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزمه زيارة دولة الإمارات في فيفريا المقبل، وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده ستقدم على خطوات مشابهة مع مصر والكيان الإسرائيلي على غرار ما قامت به مع الإمارات. لا عدو دائم ولا صديق دائم في عالم السياسة المتقلب، فعلى الطريق نفسه الذي سار عليه وهو يستقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتطلع لفتح جسر آخر متقدما بخطوات مشابهة مع كل من مصر والكيان الإسرائيلي. أردوغان الذي ذكر زيارة مرتقبة إلى الإمارات شهر فيفري المقبل على رأس وفد تحدث عن إقدام بلاده على بعض الخطوات بقوة. لقد قدم الإماراتيون خطوة استثمار بعشرة مليارات دولار، سنبني مستقبلا مختلفا عبر تنفيذ ذلك وستكون هناك تطورات إيجابية. إعلان الرئيس التركي عن حقبة جديدة في العلاقات تدخل في سياقها عودة أبو ظبي وأنقرة إلى طريق التقارب، تقارب أساسه استثمارات بمليارات الدولارات، ولعل تذكيره باستمرار المحادثات بين البلدين على مستوى أجهزة الاستخبارات والعلاقات التجارية أثناء الأزمة ما هي إلا تثبيت أن لغة المصلحة فقط من تتجاوز الخلافات الأيديولوجية والفكرية. ولا شك في أن ذكر القاهرة والكيان الإسرائيلي كحلقة مهمة في هذا الخيار والمسار التركي. عصفت الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا بكل صراعات دول المنطقة على مستوى قيادتها أو خلافاتها بخصوص أبرز الخلافات الإقليمية، فهل تتجه إلى مصالحة حقيقية أم ظرفية؟ دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منظمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها لتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأكد الرئيس الجزائري في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن بلاده تبقى وفية لمبادئها المنادية بالحرص على مضاعفة الجهود لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات. الرئيس الجزائري طالب أيضا المجموعة الدولية بالاطلاع بمسؤوليتها التاريخية اتجاه تمادي الاحتلال في تحدي الشرعية الدولية ومناورته لفرض سياسة الأمر الواقع والتملص من التزاماته وإفراغ كل الاتفاقيات من محتواها لتقويض مشروع إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على أراضيها. يصادف تاريخ 29 نوفمبر 2021 الذكرى 74 على صدور قرار مجلس الأمن الداعي إلى تقسيم فلسطين وتبني خطة إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة. قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية. 74 سنة على قرار تقسيم فلسطين و44 عاما من إعلان اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لا يزال الفلسطينيون يحلمون بالاستقلال ويتعرضون يوميا لانتهاكات واعتداءات صارخة من الكيان المحتل الذي يسعى لتنفيذ مخططه التوسعي بإقامة مستوطنات وقمع الأبرياء والتفنن في انتهاك حقوق الإنسان أمام مرأى العالم. الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبهذه المناسبة التاريخية جدد دعمه للمقاومة الفلسطينية، مؤكداً أن استمرار دولة الاحتلال بتقويض حل الدولتين وفرض واقع الأبرتهايد سيجبر السلطة الفلسطينية على اتخاذ قرارات حاسمة في المجلس المركزي القادم.
فيما اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن قرار تقسيم فلسطين المشؤوم يمثل تواطؤا غربيا ودوليا لن يضفي الشرعية على اغتصاب فلسطين من قبل هذا الكيان المجرم، ورأت أن قرار التقسيم أسس لأكبر عملية طرد وتهجير جماعي للشعب الفلسطيني عرفها التاريخ. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن استمرار انتهاكات حقوق الفلسطينيين إلى جانب توسيع المستوطنات أدى إلى تقلص احتمالات التوصل إلى حل يقوم على وجود دولتين. المجلس الوطني الفلسطيني حمل الأمم المتحدة ودول أخرى تتصدرهم بريطانيا حملها مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في تنفيذ الشق الآخر من القرار المتعلق بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. إلى ذلك أكد السفير الفلسطيني بالجزائر أن المناسبة إحياء وليست احتفالا، لأنها تعبر عن تضامن شعوب العالم وأحراره مع الفلسطينيين ورفضهم للاحتلال وفضح جرائمه. هذه الذكرى المريرة التي لا نقول نحتفل بها، وإنما نحييها في كل عام، نحييها في كل عام لأنها تعبر عن تضامن شعوب الأرض وكل أحرار العالم مع معاناة الشعب الفلسطيني. ويشكل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة للفت انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تحل حتى يومنا هذا، رغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف. إلى ذلك قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطال عمامرة إن الجزائر تشعر بدورها التاريخي الذي يقوم على مبدأ مناصرة الشعوب المظلومة، أقول وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني شقيق. من جانب آخر قال العمامرة في لقاء مع جريدة القدس العربي إن بلاده تسعى للم شمل العرب في مؤتمر القمة القادم للوصول إلى موقف مشترك من دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإعادة التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 ودون التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي آثرت أن يسبق تطبيع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. تشارك الجزائر الدورة الوزارية الثامنة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي التي تحتضنها العاصمة السنغالية دكار، آلية تأتي لتبرز من جديد الأهمية البالغة التي توليها بكين للسوق الإفريقية في إطار توجهها الرامي إلى تكثيف توغلها داخل القارة السمراء على حساب قوى كبرى منافسة الصين إفريقيا. بقدر التباعد الجغرافي بين المكونين، بقدر عمق التوجه التقاربي الذي من فك يأخذ شكل تغول لافت للعملاق الصيني داخل القارة السمراء، منتدى تعاون صيني إفريقي، وإذ يبرز فيه تعميق الشراكة بين الطرفين وتعزيز التنمية المستدامة كأهم المحاور محل البحث المشترك، فإن الآلية لا تعد أن تكون سوى انعكاس لأهمية خاصة توليها بكين للسوق الإفريقية بدليل اعتمادها لخارطة طريق تتضمن التوجهات الكبرى للتعاون الصيني الإفريقي يمتد لآفاق 2035 على الأقل. الزعامة الاقتصادية السياسية للصين في إفريقيا لا تتجسد في كتلة المشاريع الضخمة المستثمرة داخل القارة السمراء فحسب، بل تحولت إلى صراعات تطفو إلى السطح بين بكين وقوى عظمى تتوجس من الهيمنة الصينية على سوق إفريقيا مقابل تراجع بارز لحجم استثمارات تلك القوى هناك، فلا فرنسا ولا أمريكا أخفتا قلقهما من ذلك باعتبار وصفهما لعلاقة الصين وإفريقيا بالشكل الجديد من أشكال الاستعمار. يقول مراقبون إن الصين تعتمد في رؤيتها الاستراتيجية لإفريقيا على ثقل قروض تمنحها لدول إفريقية عديدة ومنشآت تمولها كبنى تحتية أكسبتها فعالية ميدانية مقابل شراكة تقليدية
تعتمدها الدول الفاعلة في إفريقيا على غرار فرنسا التي لا تزال تراهن على مقاربة ما تصفه محاربة الإرهاب في المنطقة ودعم المنظمات الحقوقية كمدخل تتسلل من خلاله إلى العمق القاري، مقاربة سريعا من كشف فحواها وفق ما يوصف بأحادية المصالح. كشف الرئيس الصيني شي جين بينغ عن استحداث صندوق استثماري لتمويل المؤسسات المالية الإفريقية بقيمة 10 مليارات دولار. جين بينغ وخلال كلمة ألقاها عبر تقنية التحاضر المرئي في افتتاح المؤتمر الوزاري 8 لمنتدى التعاون الإفريقي الصيني فوكاك التزام بلاده بضخ ما لا يقل عن 10 ملايين دولار كاستثمارات صينية مباشرة في القارة السمراء في غضون السنوات 3 المقبلة. أعلنت الجزائر عن نواياها تصدير الوقود الأخضر باستخدام الأنابيب التي تعتمد عليها لتصدير الغاز نحو أوروبا، وتعتزم الجزائر أيضا تخفيض صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بالربع تحويضا طبعا بالهيدروجين الأخضر في أول تجربة رائدة في العالم. الوقود الأخضر يدخل سلة صادرات الجزائر من المحروقات ضمن تحول جذري يمهد لتصدير الهيدروجين نحو أوروبا انطلاقا من الجزائر، بإعلان إيني الإيطالية العملاقة تنازل عن جزء من حصتها في شركة تسيير الأنبوب الناقل الغاز الجزائري عبر الأراضي التونسية في صفقة قدرت قيمتها بنحو نصف مليار دولار. العقد المبرم مع مواطنتها سنام يستهدف عبرها عملاق الطاقة الإيطالي توفير موارد مالية إضافية لتغطية نفقات الانتقال الطاقوي الذي تنشده أكبر شركة غازية في جنوب أوروبا، بالتأسيس لكيان جديد تحت مسمى نيوكو يكلف بتسيير المنشأة الغازية مع تكييف خدماته بنقل الوقود الجديد. مسعى مهدت له مجموعة سوناتراك الجزائرية وإيني الإيطالية بهدف تحويل شمال إفريقيا لمركز إقليمي لإنتاج الوقود الأخضر، لتكون بذلك الجزائر أول دولة تشرع في دراسة إمكانيات تصدير الهيدروجين عبر خطوط أنابيبها العابرة لأوروبا. تحول استراتيجي ورائد يستند على تعويض ربع صادرات الغاز نحو إيطاليا بالوقود الجديد ضمن مساعي أكبر شركة اقتصادية في إفريقيا لتسريع وتيرة انتقالها الطاقوي بإطلاق شراكة استراتيجية بين سوناتراك وإيني الإيطالية تتضمن تقييما مشترك لجدوى إنتاج الوقود الحيوي الهيدروجين والطاقات المتجددة. نختم بهذا الخبر، أين توج النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية العالمية 2021 التي تنظمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. وجاء تتويج نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بالكرة الذهبية 7 في مشواره الكروي في حفل كبير أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس. وتفوق ميسي في سباق الكرة الذهبية على كل من اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي وحل الإيطالي جورجينيو في المركز الثالث، بينما جاء النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما في المركز الرابع. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.